حلقتنا بتتابع مع ايت سمارت. بدي اقول لك نتالي اهلا وسهلا، اشتقنا لك بالاستوديو. قد ايه لك ما جيتي؟ شوي شوي منيح شوي يعني هلا وعملتي الفاكسان والحمد لله على السلامه. بيقول الواحد انه قطعت هالفتره الصعبه، ان شاء الله بتقطع على كل الناس وكل الناس تقدر تاخذ الفاكسان باسرع وقت ممكن تنحقق هالمناعه يعني ونطلع على الحياه شوي شوي. مزبوط. اليوم حديثنا عن الكولاجين، الكولاجين يلي كتار بيعرفوه من خلال الحبوب او من خلال ليكيد حتى صار بينشرب مثل ما كتار بيسوقوا له، بس كمان بدنا نحكي عن الكولاجين الموجود بالطبيعه. مزبوط. بالاكل. مزبوط. يعني هلا مثل كل المكملات الغذائيه ومثل كثير من المواد المضافه اللي ممكن انه ناخذها بالإجمال من خلال نظامنا الغذائي، من خلال حتى يمكن يعني عناصر غذائية معينة بينحكى عن أهميتها وشو تأثيرها على الصحة. من العناصر الغذائية اللي كتير عم ينحكى عنها صار لفترة أكيد منا شيء جديد هي الكولاجين وأهميتها لمعالجة أو مكافحة شيخوخة البشرة. حتى كمان هلا مثل ما راح نشوف كمان الكولاجين عنده عدة يعني عدة استعمالات وبدنا نشوف إذا مزبوط هالاستعمالات مفيدة ولا لا. يعني يا هل ترى نحن إذا بناخذ هالكولاجين رح نستفيد لا إن كان البشرة أو إن كان العضل او حتى الجوينتس يعني المفاصل وكمان الاوجاع اللي لها علاقه ب ان كان الارتريت بولي ارتريت او حتى الاوستيوارترايتس. هلا شغله كثير اساسيه بس هيك تنفسر شوي للمشاهدين شو هو الكولاجين. الكولاجين هو نوع من بروتين موجود بالجسم، يعني مثلا بالعظم في كولاجين، بالتندون، يعني بالجسم في نسبه عاليه من الكولاجين، بالسنين في كولاجين، وكمان بالبشرة وشوي كمان بنسبة معينة يعني بغير أعضاء من الجسم. هلا الكولاجين هو عدة أنواع، وعادة وقت اللي نحكي عن الكولاجين اللي يعني ممكن إنه نستفيد منه في كمان عدة أنواع، وبدنا ننتبه كتير على الفورم اللي نحن عم ناخدها. يعني نحن إذا عم نشتري كولاجين أي نوع كولاجين نحن عم ناخد شو مصدر هالكولاجين، لأنه الكولاجين كمان يستخرج من عدة مصادر، والمصادر اللي يستخرج منها معظمها ممكن إنه تكون هي حيوانية. هلا وقت اللي نحكي عن الكولاجين بنعرف انه العضل، بنعرف انه الجوينتس، بنعرف انه العظم بحاجه انه يضل يحتوي على كميه معينه من هالماده هي تضل بصحه جيده. هلا شغله كمان لازم نعرفها انه ابتداء من عمر العشرين سنه مثلا وقت اللي نحكي عن البشره، البشره بيصير تفقد، بتبلش تفقد من قدرتها انه تفبرك هالكولاجين اللي بيعطي النضارة للبشرة واللي بخليها إلاستيك، بخليها مطاطة وبخليها يعني تضل بنضارة إذا فينا نقول. هلأ مشان هيك دخل على السوق إذا فينا نقول إنه لازم نستهلك هالكولاجين هيدا كرمال تنحسن من صحة البشرة وصحة المفاصل. وفي دراسات انعملت على الموضوع، بس بدنا نعرف شغلة إنه معظم الدراسات اللي انعملت إن كان على خلايا أو على حيوانات، والدراسات القليلة انعملت على الإنسان معظمها يعني الفاينانسينج تبعها هو من شرك بيفبركوا الكولاجين. وبدنا دائما ننتبه نحن بالنهايه شو الهدف من تناول هالمكملات الغذائيه. هلا الدراسات اللي فرجت ايجابيه استعمال الكولاجين للبشره ولا عده مشاكل صحيه منها مشاكل لها علاقه بالمفاصل واوجاع المفاصل، حتى استعمل هالمكمل الغذائي عند الرياضيين ك بوست اكسرسايز، يعني الاوجاع اللي ممكن انه يؤديها الرياضه اللي بتكون مهمه. هلا الدراسات فرجت انه وقت اللي في تناقض اول شيء بنتائج الدراسات، وشغله كمان كثير مهمه هي انه وقت اللي نوقف
هالاستعمال استعمال هالكولاجين الإفي ببطل موجود. دونك يا هل ترى مزبوط نحن بحاجة لهالكولاجين هيدا ولا لا؟ وكيف انعملت هالدراسات؟ هون ما رح نفوت بتفاصيلها لأنه أكيد شوي ما بتهم المشاهدين. يمكن المهم هو أنه الكولاجين إذا بدنا نستعمله لازم نستعمله على فترة. يعني نحن وقت اللي ناكل كولاجين، إذا أخذنا كولاجين بالأكل أو من خلال المكملات الغذائية، الجسم بده يفككها أول شيء لحوامض أمينية، وبعدين يشوف هو وين بحاجة لهالحوامض الأمينية ويروح يعني يروح على المناطق اللي بالجسم اللي هي بحاجة لهالمواد هاي. دونك نحن ما لازم نقول إنه أنا أخذت كولاجين خلاص مفروض إنه لاقي الإفي. هلا في إفي بلاسيبو اللي هو له علاقة ب نحن قديش معتقدين أو يعني في بالراس مش ممكن مش ممكن بالجسم. مزبوط. بعد ما اثبت ب 100%. هلا الحوامض الامينيه نحن اذا بحاجه لكولاجين للبشره اكيد هذا رح يساعد الاشخاص اللي عندهم مشكله واللي اكيد فقدوا من قدره السنتاز، يعني فبركه هالنوع من البروتين للبشره. الاشخاص اللي يمكن بحاجه لكميه كولاجين زياده بالعضل كمان رح يستفيدوا، بس وقت اللي نوقف هالتريتمون اكيد الإفيه بده يوقف. هلا شغله كمان وهيدي شغله بعتقد كثير اساسيه هي انه الكولاجين والحوامض الامينيه اللي موجوده بالكولاجين موجوده كمان بغير بروتينات بنقدر ناخذها من خلال نظامنا الغذائي. يعني نحن اذا بدنا نقارن البروتين اللي هي الكولاجين بالبروتين اللي هي جايه من الحليب ومن الواي بروتين، يعني اللي هي الماده اللي اساس الحليب والاجبان ومشتقاته، بنلاقي انه نوعيه البروتين اللي موجوده بالواي بروتين او بالبروتين اللي جايه مصدرها من الحليب نوعيتها أفضل. يعني الجسم ممكن أنه يستفيد منها بشكل كامل أكثر من الكولاجين اللي نحن عم ناخده. دونك بدنا ننتبه لهالنقطة الأساسية، هاي أول شغلة. تاني شغلة، الكولاجين فينا ناخده من الأكل. يعني نسمع كتير أنه إذا غلينا عظم رح العظم يحتوي على معدل عالي من الكولاجين، بس تنعرف تفسر للمشاهدين هالمادة هاي الكولاجين لازم نغلي العظم لساعات وساعات كرمال تناخد كمية لا بأس بها من هالكولاجين. وكيدي نقطة كتير أساسية، ناس بتفكر إنه إذا طبخت مع يمكن عظم أو لحمة خلاص أخذت كمية كافية، هيدا مش مزبوط. الكارتيلاج بيحتوي على الكولاجين، بس لازم تنقدر ناخد كمية كافية بدنا نخلي هالمواد هاي تغلي وقت كتير طويل. يعني قد عم نحكي 4 ساعات اكثر يمكن تيكون نسبه الكولاجين بالنسبه للمي عاليه، وبالتالي نقدر نستفيد اذا بدنا نستفيد من هالماده هاي. شو المصدر الاهم والاسرع للكولاجين بالاشياء الطبيعيه؟ هلا مثل ما كنت عم بقول يعني العظم والبويون يعني السميك بيحتوي على الكولاجين، ولكن كمان في عنا اللحمه، في عنا الدجاج، السمك، البيض، هول ممكن انه يحتوى على نسب متفاوته من كميه الكولاجين. هلا قد ايه الكميه اللي نحن بحاجه لها تنستفيد؟ هون بيجي اهميه ودور نظامنا الغذائي. يعني نحن اذا اخذنا كولاجين بس نحن ما عم ننتبه على بقيه العناصر الغذائيه اللي نحن بحاجه لها كرمال تنقدر نستفيد من هالكولاجين، نحن ما رح نستفيد. يعني تنفبرك الكولاجين نحن بحاجه لفيتامين سي تنساعد جسمنا يقدر يفبرك او يستفيد من الكولاجين اللي عم ناكله. يعني نحن اذا اخذنا كولاجين بس ما كنا عم ناكل بطريقه نظاميه، عم ناخذ كميه كافيه من هالفيتامين، نحن ما رح نستفيد. شغلة تانية الجسم بحاجة إلها هو عدة عناصر تانية لفبركة هالكولاجين، اللي هي الزنك، اللي هي السلفر، يعني الموجودة كمان بالمأكولات مثل البيض مثلا، الزنك اللي موجود بعدة مأكولات مصدرها حيواني أو حتى بالمكسرات إلى آخره. دونك نحن الكولاجين هو لوحده بدنا ننتبه كتير أنه ما نقول خلص أنا رح أخذ كولاجين ورح أستفيد. لازم يكون أنا نظامي الغذائي لازم يكون متوازن ولازم يحتوي على كل هالعناصر الغذائية التانية اللي نحن بحاجة إلها تنقدر نفبرك، وإذا أخذنا هالكولاجين نستفيد منه. يعني بعطيك مثل الكولاجين مثل كأنه واحد عم يأكل ما بعرف باستا أو همبرجر وحط شوية كاتشب
على الهامبرجر، هيدا إفيه الكولاجين بالنسبة لفوائده على الجسم، يعني ممكن أنه يساعد ولكن منه هو الأساس. الأساس هو بالنهاية كمية بروتينات كافية، حتى النباتيين ممكن أنه يقدروا يوصلوا لكمية كافية من فبركة الكولاجين بالجسم إذا كان نظامهم الغذائي متوازن. هلا ما بعرف قد ايه بعد عنا وقت، بس شغله كثير اساسيه هي انه نعرف شغله، انه اوقات كثير هالمكملات الغذائيه اللي نحن عم ناخذها ممكن انه تحتوي بعض الملوثات، يعني ملوثات، عم بحكي عن الميركور، عم بحكي عن المواد اللي ممكن انه تكون موجوده بدون قصد، او ما يعني اكيد بدون قصد، بالمكملات الغذائيه، خاصه وقت اللي نحكي عن هالمواد هاي، وقت اللي يكون مصدرها حيواني بالاخص. دونك ننتبه كثير شو مصدر الكولاجين اللي عم نشتري اذا بدنا نشتري كولاجين. وشغله كمان اساسيه هي انه الكولاجين اللي بالبشره مختلف من الكولاجين اللي موجود بالعضل او بالتندون او بالعظم. دونك نحن مش يعني الدراسات اللي فرجت اهميه هالماده هاي على صحتنا لازم نكون شوي سبتيك قبل ما نطبقها وقبل ما نقول خلص هيدي هي اللي لازم بالنهايه تخلصنا. اهم شيء هو النظام الغذائي المتوازن، نكون عم ناخذ كفايه بروتين، فيتامين سي، زنك، وال السلفر اللي نحن بحاجه له تنقدر بالنهايه نستفيد من هالماده اللي يمكن ما بعرف نحن بحاجه لها. ناتالي، سؤال اخير، الناس بتركز كثير على قصه البشره، يعني علاقه البشره والكولاجين، ويمكن بيكون الهدف الاساسي من البحث عن هالمواد او عن هالحبوب هو بشرتهم، بس نشدد على نقطه هيك نختم فيها الحلقه، انه الكولاجين هي يعني نحن بحاجة لهالمادة مثل ما قلتي بالمفاصل، مش هيك؟ مزبوط مزبوط. دونك إذا الشخص بحاجة لهالمادة بالمفاصل، ممكن، عم بقول ممكن، منا 100% مثبتة، يستفيد كمان بالمفاصل وتروح على هالمادة. يعني الجسم بياخذها لهالمادة بالأول محل ما هو بحاجة لها 100%. هلا أكيد الكمية ضروري إنه ننتبه لها، يعني في كمية معينة، واستهلاك الكولاجين ما فيه كتير سايد إفكتس. هلا بدنا ننتبه شو الكمية اللي عم ناخذها، ما نتعدى كمية معينة كرمال تما يعني إذا في سايد إفكتس نحس فيها يعني بالنهاية. نعم ناتالي، بدنا نشكرك ونتلاقى فيك بكرة بموضوع جديد. بدي أقول إنه رح بيكون في عنا بعد العناوين، عناوين الأخبار نيتشر مع مارك بيروتي، ومن بعدها كمان في عنا إتيكيت مع نادين ظاهر، فخليكم معنا.